تنظم ملتقى أولمبياد 2018 في نسخته 12 بحضور العديد من الرياضيين والفعاليات الرياضية تحت شعار الرياضة رافعة النهوض السوسيو اقتصادي. فابقوا مع هذا الروبورتاج. Depuis des années, le leader des Olympiades inter-écoles, combinant sport, art et culture, et évoluant exponentiellement. Ainsi, Olympiade EHTP ne restera point un simple club basé sur le volontariat. Donc, cette تظاهرة كتجي ثمار ديال الخدمة والتعب والعمل الجاد ديال مجموعه من الطلبه المهندسين. اللجنه المنظمه كتضم اكثر من 200 شخص اللي كيسهروا على التنظيم ديال هذه التظاهره هذه. هي كتجمع ما بين الرياضه وما بين الفن وما بين الثقافه. هي كتعتبر تجمع او لا نقطه التقاء اللي كتجذب ليها مجموعه من الطلبه في مجموعه من المدارس العليا بالمغرب في مجموعه من المناطق. اذا هذه فرصه لاننا نجمعوهم في واحد اللقاء او في واحد التظاهره رياضيه اللي كتمر في واحد الجو من التعايش وواحد الجو من الصداقه والاخوه، واللي الهدف الاسمى ديالها هو النهوض بالرياضه في صفوف الشباب المغاربه، وخاصه ان الرياضه المدرسيه من ديما كانت معروفه عليها انها مصنع او معمل لانجاب الرياضيين اللي ممكن يحملوا الرايه ديال البلاد اليشيل انترناسيونال. بالنسبه لي بادره مهمه جدا، لان تنشوف بان الطلبه تنفتحوا على برامج، على افاق، على تطلعات، على تنظيم تظاهره اللي فيها اختصاصيين في مجالات ديال الرياضه اللي ولات اقتصاد ديال الدول العظمى والمكانه ديالها والاشياء اللي خصها الدار باش تنجح. تكريم بعض الفعاليات اللي كان المسار ديالها في الرياضه مهم جدا ورفع رايه المغرب. معرفه ديال كيفاش وصلوا، كيفاش كانت المسيره ديالهم، كيفاش بداوا الحب ديالهم والاحترافيه ديالهم، وهذه اشياء تستافدوا منها الشباب، فتيات او ذكور، لان هذه المجموعه هذه اللي منظمه في هذه المره الثانيه تنحضر في التظاهره، واللي دائما تكون جديد، دائما تنشوفوا بانهم تيجتهدوا كثير. كيف كتشوفوا لا دوزيام اديسيون؟ بدينا الافتتاح ديالها بان كونفيرونس اللي حضروا لها كيف شفتوا دي زيكون سبورتيف اللي معروفين، دي جوغ انترناسيونو، دي ريسبونسابل في لو دومين دو سبور. Donc pour débattre le thème qui est le sport, un levier pour l'émergence socio-économique du Maroc. Donc j'arrête l'idée que le club Olympia de HTP dans toute édition qui est dans une conférence qui débute à l'événement, une conférence qui a un thème qui est en train de faire une relation avec l'actualité du sport dans le Maghreb. Cette année, le thème est en relation avec مع نقدروا نقولوا التقدم اللي ولا كيعيشوا المغرب على ما فيما يخص يمكن التنظيم ديال لي كومبيتيسيون اللي معروفين. حنا شفنا ديغنييغمون شان كيفاش كانت لا كومبيتيسيون، كيفاش تنظمات وكيف شهد عليها الجميع بالتنظيم الجيد ديالها، وكذلك لا بارتيسيباسيون اللي ولا مشهود المغرب ان لا بارتيسيباسيون ديالو ولات فعاله، كو ساسوا على مستوى الانديه كيف شفنا الوداد، كو ساسوا على مستوى المنتخب الوطني اللي تاهل لكوب مونديال، كذلك المنتخب المحلي اللي دا اللقب. دونك حاولنا اننا دانفيتي ناس اللي في الدومين اللي يقدروا ان يكون عندهم ان كونتاكت ديريكت مع لي جون انجينيور اللي هما لي ليدر ديال لي ليدر دو دومان. دونك ان يكون عندهم ان كونتاكت ديريكت، انهم يوصلوا لهم ليكسبيريونس ديالهم، ان يكون واحد ليشونج ديال لانفورماسيون، ان تكون اون كونفيرونس اللي نخرجوا بها بحلول اللي يقدروا ينفعوا لو سبور ماروكان اون جينيرال.
احنا نادي الطلبه الشغوفين معروفين بالسي او بي، توصلنا بدعوه للمشاركه في الاولمبياد ديال لو اتش تي بي رقم الدوره رقم 12، كنمثلوا الجامعه العموميه وبالخصوص كليه عين السبع، الكليه القانونيه الاقتصاديه الاجتماعيه ديال عين السبع. احنا فخورين جدا بالمشاركه في هذه الدوره ديال الاولمبياد. هاد الدعوه كتمكن لينا باش نتعرفوا على طلبه من جميع انحاء المغرب اللي حيت كيجيو يشاركوا معنا حتى هما هنايا، كتبادل المعارف معاهم، لي كونيسونس لي كومبيتونس ديالك، وكتخلق واحد الجو من المرح واللعب. هاد العام رحنا في لا دوزيام اديسيون. نتكلم لكم بريفمون على ليفينمون ديالنا. صافي لا ثوازيام اني هذه وانا كنشارك في هاد التظاهره هذه. هي واحد التظاهره اللي هي اولمبياد المدرسه الحسنيه ارتستيك سبورتيف اي كولتوريل، كتنظم من طرف الطلبه المهندسين للمدرسه الحسنيه اشغال العموميه، اذا اونيكمون من طرف الطلبه المهندسين، وكتكون منقسمه على بزاف ديال لي فولي. لو برومي فولي سي لا كونفيرونس، هي اللي كنتواجدوا فيها الان، هي الافتتاح ديال هذه الدوره، تيكونوا فيها شخصيات مرموقه في الساحه الفنيه والساحه الرياضيه سورتو، انهم تيهضروا لنا على اون تيماتيك بريسيز ديال النسخه. من بعد ملي كتسالي هاد لا كونفيرونس، لا غدا تيبدا العرس ديال الاولمبياد الحسنيه، وتيجيو لي زيكول من جميع انحاء المغرب، كوساسوا لي زيكول ديال الكوميرس ديال الانجينيوري ديال الميدسين، زعما من جميع مختلف التخصصات، وتيبدا هاد الحفل هذا. هاد الحفل هذا الهدف منه هو تقييم المواهب ديال الطلبه المغربيين، اذا اللي عنده شي موهبه كما كانت هذه الموهبه سواء رياضيه، كاينين لي كومبيتيسيون سبورتيف اللي لهم الكره وما جاورها، وكاينين لي كومبيتيسيون ارتستيك، وكاينين لي كومبيتيسيون كولتوريل اللي عنده موهبه في اللي كيعرف الافلام بزاف، اللي كيعرف يفكر بزاف. اذا هذا الهدف منه هو ان المغاربه كلهم يتجمعوا، الطلبه المغاربيين كامل يتجمعوا، نعرفوا شكون احسن 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 الموهب اللي كاينين، وبيان سور غتكون لا سواري ارتستيك في اطار التعارف، في اطار الانسجام، في اطار خلق واحد ليسباس دونتونت ما بين جميع مختلف المشاركين في هذه التظاهره. حضرت ربما في المدرسه الحسنيه للاشغال العموميه قبل 4 سنوات في اطار تغطيه صحفيه للاولمبياد، اليوم يتحدثون عن النسخه 13، وهذا انجاز بحد ذاته ان تكون هناك استمراريه لمثل هذه الاحداث، لانه دائما وابدا كاعلام رياضي نتحدث عن المدارس الجامعات والمعاهد والرياضه بشكل عام، من خلال هذه الاماكن بامكانها ان يكون هناك خلف ربما او يكون توسيع لقاعده الممارسه، وبالتالي استمراريه الاولمبياد تخدم هذه الاهداف الطموحه. حضور وتسيير ندوه بالحديث عن مواضيع هامة جدا تتعلق بالاقتصاد الرياضي، اقتصاد الخاص بالمؤسسات الرياضية، موضوع شائك. أيضا الشق الثاني كان فيه محور هام جدا هو احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي. مجموعة من المتداخلين من يعني صفة الصفوة إن صح التعبير من مختلف المجالات، فالحمد لله كانت أمور قيمة، تكريم أيضا لعدد من الوجوه، وهذا شيء محمود، ونتمنى الاستمرارية لهذا الحدث الرياضي الهام، وهو حدث يعني يدمج بين الرياضة والثقافة وأمور أخرى، وبالتالي أمر محمود، ونتمنى للشباب والبنات الواقفين على هذا الحدث كل التوفيق والنجاح، ومن نسخة إن شاء الله إلى نسخة أخرى وإلى نجاح إن شاء الله. فتكريم أنا بالنسبة لي شيء غالي وكبير صراحة. انا ذكرتها يمكن في داخل القاعه، يعني تكريم ما كيجيك من مؤسسه او جمعيه اللي هي كتخدم في الاطار الاجتماعي يمكن الانساني يمكن مجالات اخرى، فالتكريم ما كيجي من عند هذه المؤسسات عنده قيمه اخرى وعنده ميزه اخرى وعنده وزن كبير بالنسبه لي، لان صراحه كيخرج على ذاك الاطار ديال الفريق ديالك مثلا او المنتخب ديالك او الجامعه او وزاره الشباب اللي هي معنيه بالامور، هادو اللي هما الاجهزه اللي معنيه بالامر ديال التكريم، يعني ورد الاعتبار رد الجميل لواحد المجموعه ديال اللاعبين. انما تنقول انا يعني قيمه كبيره من مجموعه ديال الشباب، ولما كتقول الشباب فتنظن الحاضر والمستقبل، ومادام هما كينظموا هذه الاولمبياد يمكن العام 12، فاظن بانه كاين هناك تواصل وهناك ارتياح وهناك انسجام كبير كيسود ما بين هاد الوليدات اللي هما كيمثلوا لنا المستقبل. نتمنى لهم دائما التوفيق في الجانب الدراسي ديالهم اولا، ثم الجانب الرياضي، فلازم باش نكتشفوا واحد المجموعه ديال
ديال الشباب اللي هما موهوبين، فتنظن يمكن ولا مفروض باش نرجعوا الالعاب المدرسيه والالعاب الجامعيه، لان هذه في القريب في الامس القريب كان تتفرز واحد المجموعه ديال الابطال، يعني هذه بشهاده الجميع المتتبعين على المستوى الصحفي، يعني كانت متابعه وخرجوا العديد من من من, من الابطال، ماشي غنقول غير في كره القدم ولكن جميع الفروع. واظن بان هذه الا استمرت، ما غنقولش غير في المؤسسه ديال هذه المؤسسه التعليميه ديال الاشغال العموميه، ولكن في جميع المؤسسات في جميع الكليات، اظن خصنا نفتحوا على 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 هذه الفضاءات، لانه غادي تفرز لنا ابطال ان شاء الله مستقبلا.